واحد النصيحة مني، سيخو التقاعد ديالك. شتي انت غندعيك وصاب راسك راك مطرود تي في غي غتمشي بحال كل خيط بوك. اسمع خرج عليا. اجي انت مالك كتكنسون عليا خير بس شنو كاين باش تزيد باش نزيد وداك الضو الحمر اللي شعلت تما ما عجبكش واش ناوي واش ما كتشوفش راه ما خدامش ما خدامش انت خدام انت باش عزي ما خدامش باش واش الشريف ما عندك ما يدار الناس راه زربانين زربانين اجي دابا قول لي شكون انت باش تعطيني الاوامر باش ندوز في الضو الحمر ونحرق القانون انت بوليس انت انا ماشي بوليس بنادم بنادم او الدار بنادم كيدير وقتي بنادم كاع ما تقول لي ندوز الضو الحمر صاحبي الضو الحمر راه ما كاين لا بوليسي لا والو عاسيه صافي يا ما كاين بوليسي ندير الفوضى ياك صافي صاحبي ديماري وسير الله يرحم الوالدين عرفتي شنو هو انا هو بوت العكس وما نتحرك من هنا حتى يجي البوليس واش هاد الثلاثه ديالك توصلني واش حكرتيني دابا حيت لابس مزيان بغيت تحكرني ديال الكرافطه انت اللي كنتي خصك هذا الصباح دابا هذاك الطول شعل شتي خضر ولا ماشي خضر خدام ولا ما خدامش شو على بشري يا لطيف خزيت شوف تخينا دابا احترم الضو الاحمر وما احترم حقوق الانسان بنادم حقه المهم دابا راه مشى الحال انا مشيت قبل ما يجي راجل راه في لي تلاقى معاه
أوريت. سالي شيري، اسمح لي ما جاوبتكش. جاتي سولا دوش. سولا دوش؟ واش كنت كديري سولا دوش؟ هذا السؤال، اش كيديروا الناس سولا دوش؟ سولتك جاوبيني، اش كنتي كديري في الدوش؟ ولاش وقع لك ياسين؟ تويا تو بيزار. سي نورمال جو سوا بيزار مع هادشي اللي وقع لي اليوم. اش وقع لك؟ فينك ياسين؟ واش هاد الصداع كنسمع؟ هذا ماشي صداع، هذا الصوت ديال الموج ديال البحر. الموج ديال البحر؟ اش كدير في البحر؟ على انت ماشي في الخدمة ديالك؟ على ما خدامش اليوم؟ ما بقات عندي خدمة. كيفاش ما بقاش عندك خدمة؟ كيف ما كتسمعي ما بقيتش خدام. علاش ما بقيتيش خدام؟ اش وقع لك؟ صرفت ولد الباترون، هزيت الحوايج ومشيت فحالي. ويلي ياسين، علاش حبيبي ما جيتيش للدار؟ حاولت نجي. كيفاش حاولتي تجي؟ سي ترو كومبليكي اكسبليكي، وراسي كيغلي وما فيه ما نهضر في هادشي دابا. خصني نفكر بورو ديال داكشي اللي غادي ندير. ما تسنينيش. ياسين. ما تسنينيش. Peut-être ce qu'il y a de mieux. Et les bonnes choses sont éternelles. J'espère, si cette lettre te parvient, que tu vas bien. Ton ami, Andy. Est-ce que tu chauffes les chauffes? Pas une chauffe, non. Siam, je ne sais pas si tu as l'air. Et je ne sais pas si tu as l'air. Je ne sais pas si tu as l'air. كلمو سالك نهار نهار 13 عام الشهر الجاي غادي نكملو 19 عام ولكن كيصحاب لي بلي الزواج ديالها مبغيش يدوم. علاش مغيدومش؟ كاع نهار تزوجو كنتي بقدر يا صغيرة، بس كنت خايف عفاك نسيتي؟ لي ولدها عندو 17 عام كيقرا في باريس، باغي كان بغا كتر من نهار اللول. باقا العيمة الجاية ولا صحاب راسك غاتفك مني؟ أنا ما ناويش نتفك منك حبيبة، ديما كتعرف فيك الثقة ولكن هذا غير عباد الله الله يهديهم. اجي 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 اجي. ما هو؟ شكون هذا عباد الله؟ عباد الله وصافي. عباد الله وصافي، اختك ما هي بغات عليها، قلت لك كتغير مني وكتهضر فيا. ما عرفتش شنو درت لها، يمكن حيت ديت لها اخوها الكبير. هذيك اللي ما كتسول فيك غير لما كان عندها شي مشكل مع رجلها. حبيبة. عندك العقل شنو مسكي كود، هي حنا كنحماقو على بعضياتنا. اي بور توجور. بور توجور. توعدني. كنوعدك. صباح الخير خويا. شو خالص هي؟ انا عييت وصبريت قاطع. انا خويا بغيت يعطيني الطلاق ديالي. ما كذبه ياك ما ضربك. ما كذبكي دابا ما كذبكي، اش ضربك؟ فين هو؟ راه في البيت ديالو لداخل. انا رويح في هذا البيت هذا. بس يا جمال شوف شوف ما كتصرفش على اختي مالك خويا ياسين، تعرفني ساعه احترمك انا، واخا ضربني والله ما نهز فيك عيني. جلس جلس. ها هو جلس. يلا اختي وصلت لك. بالرب العظيم عمرني ما هزيت يدي على اختك. انا ماشي من هذا النوع، ما عمرني ما ضربت شي مرة في حياتي، وبالنسبة لي الراجل اللي تيضرب العيالات ماشي راجل كاع. واخا غير تيق لك. تيق بيا. كان بغيت كنعرف ماذا كتبكي وفي هذه الحالة وعيطة لي مع 3:30 ديال الصباح مفيقاني ومخصني نعاسي أنا ومراتي، علاش هادشي كله؟ ما في خباريش واش عيطت لكم. يا ربي مالها على حالتها.
معيط عليكم ومديرونجيكم. نقول لك اش وقع. انا كنسمع. البارح دخلت شويه معطل، عرضوا عليا شي صحابي ما قدرش نقول لهم لا. صافي عرفت راسي قفرتها معاها، وغير دخلت بقيت نطلب ليها السماحه وعييت وهي والو راسها قاصح. شحال من خطره تنقول ليها يهديك الله سيري سولي فخوك. تسول فخوها؟ كنسول فخوها، ولكن كيكون عندها شي مشكل عاد كنسول فخوها. بصراحه المشكل ديالها هي تصغير من مراتك. مراتي؟ اه باغا دير كلشي بحال سهام، تشري بحال سهام، تلبس بحال سهام، دير الدار بحال سهام، وانا راه ماشي في طاقتي. خويا ياسين، انت ومراتك راكم موظفين بجوج، وعندكم مندا صحيحة. أنا راه غير موظف على قد الحال في الجامعة، وهادشي راه فوق طاقتي. المشكل الكبير هي ما تتولدش، وداكشي علاش تبرد فيا غديدة. صحية في اختي هكدا. انا راني عندي واحد الصباح يخليها الله وصافي. انت ولد الناس وراك عزيز عليا جمال، ولكن خسر الشرب. شوف عطيتي سعر القلعه فيك. الله يعفو، اش غنقول لك؟ الله يعفو علينا. شي راجلك الله عمر هضر انتي اللي ما مزيانش. ونزيدك واحد الحاجه بغيتك تعرفيها مزيان، عمرك ما تكوني بحال سهام. عرفتي علاش ما عمرك ما تكوني بحال سهام؟ حيت ما فيهاش حس بالبغض بحالك انتي. وعمر سهام عطل من راجلها يتلف وتكلف ويدير شي حاجه اللي فوق من جهده. وطلي في راجلك حيت واحد النهار غادي يمشي ليك، وإلا مشى ليك هو هي تجي تبكي عليا شي نهار. كتسمع اش كنقول لك؟ ما تبقاش تعيط عليا مع تاز الصباح. لا ما نسيت نسيت ماشي وهذا. لا ما عرفت ما عرفت. ماكنقلقش عليك علاش اللي كتخصني. ما درتلك والو باش تكون قوية، ولكن بغيت نعرف اسكي دابا مون بيبي. مون بيبي 55 عام مون بيبي. أنا ضحكتك خرج ديك التفسير وخرج ويضحك عبد عليا باش الصباح. شنو نقول لك؟ المشاكل خدمة حتى شنو المشكل؟ المشكل سهام هو النهار من البريزيدون جانا فاركتوس و اطلب قال له خصو ميساج راسو. اشنو دار باش يرتاح؟ جاب ولدو. ومن هذاك النهار دار مشاكل. السيد معقد ما يمكنلكش تصور كيفاش معقد. شنو المشكل ديالك انت؟ هو معقد انت شنو المشكل؟ المشكل راني خدام معاه. ياسين هذا المشكل ما عندكش بوحدك معاه، كلشي عندهم نفس المشكل، انت مالك؟ انت ما عرفاش الوضعية كي دايرة. هاد السيد ما كيرتاح حتى كيصدع يومي. المشكل الكبير وهو كيقلب عليا، وانا ما بغيتش نعطيه فرصة، ولكن ما عرفتش حتى انت غادي تصبر. اش انا نقول لك رأيي؟ انت كدير انفيكساسيون على داك السيد دبر راسو. ني با فيكساسيون. انتي ما عرفتش شنو واقع في الشركه سيام اللي كتهضري عندك. عرفتي شنو؟ يوم الحد ياك؟ خلينا نفضل الله يرحم والديك، خلينا ندوزو على النهار بخير. شنو تعجبني؟ واش خلفكم شي مناد؟
خدمتي ليا الخدمة تقدرت الأمر؟ صافا بغيتي تدوي في هاد الموطور الخدمة؟ خصني نقرا فيك الله يرحم والديك. بغيتي تدوي معايا نمشي بحالي؟ لا حبيبي نمشي بحالك. كيما فيما ظهر الخدمة ونجيبو المشاكل الخدمة للدار حتى هو. كنا عايشين بخير وخير دارنا بلا مشاكل في الصداع. ما نخليش وما نسمحش المشاكل ديال الخدمة تجي باش تحاول معاشنا. تكون قول. أنا متفقة معك حبيبي سي لوجيك هادشي اللي كتقول، ولكن أنايا علاش كنتحسد مراتك إلا ما نساندكش؟ حنا غير براسك راه ضرنا أنا الأولى اللي خصني نكون معك ولا لا؟ ماشي عارفة حبيبي ولي خطك، ولكن ما تخافيش أنا قاد بشغل وما عطوها عليا حتى شي مشكلة في الخدمة. وزين قالت لي شنو خمس سنين ما كملاش باش تقاعد ديالي. كلشي غادي يجي بخير على خير. خطي الخرج ديالك. الله يستر. المهم حبيبي اجر اللي بغيتي. خصك تعرف انا راه معاك. كلشي انا عارفه. شتي الا قصد الامر نخدم في بلاصتك زعما ديرونج با. شنو؟ تخدمي وانا نقعد في الدار. وشنو؟ لا حبيبي عمرني ما نسمح لك انت تخدمي وانا نقعد في الدار. انا مسكن قديمة. كنمشي بحال شي ديال الشبان اللي يقبلوا هاد الوضعية هادي. صافي زعما تبقى في الدار وتوجد ليا دوك الشهيوات اللي علمك صاحبك سعد الرحيم بارك الله فيه يرحمه. الله يرحمه مسكين. هي دابا هادي مؤامرة دابا. شنو بغيتي نبقى في الدار؟ غير باش نوجدك الشهيوات. يلاه حيد عليا هاد الكتاب. يلاه واخا نكملو. حيد الكتاب قلت لك. عافاك. حيد اللي غنطفي انا يطفي داك الكتاب. صافي 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 غنطفي صافي غنطفي. صافي راهي فيك يا ربتي يا ربتي عمري ما سير لك زعما الله يرحم ما سير لك في الدو انا مشيت كل ميجي راجل راه فيه لي تلاقى معاه سيدي ما ديرهاش ملي قلت الصواب مالك لاباس جلس لي الشفار وداو لي الساك تاعي وانا ساكنه بعيده وما عنديش باش نركب بغيت كتوصل لي الله يجزيك بخير الا وصلتني الله يوصلك للجنه ما قد على مشاكل ولي في هذا الصباح يقضي الله يخليك كون كنتي لابسه عاديه كما عباد الله ولكن هذا الشيء ديالكم انا سمحوا لي سمح لي الله سمح لي سمح لي يا سيدي شوف غادي نوصلك ولكن بواحد الشرط نحطك بعيد من داركم واخا بارك الله فيك اسيدي طلعي الله يرحم والديك نيشان ياك سيدي نيشان اسيدي حنا قربنا الله يخليك بس عليا من الدار عافاك واخا واخا من هنا سيدي انت هاد السنيقه اللي جايه علي من عافاك هادي اللي علي من عافاك اه هنا انت غير واحد شويه قدام وقف باش نبقاو بعاد على الدار صافي غير شوف الله يسامحك اسيدي بارك الله فيك اسيدي الله يجزيك بخير معاهم كذا الخلق غادي تجبد كاع الفلوس اللي عندك وفي الزربه بشويه الله يرضى عليك بشويه هبط هذاك الشيء هبط داك الشيء عافاك شوف راه النهار داز عندك بحال اليوم الله يحميك الوالدين بالطميره في الكفر هبط معايا نعطيك داك الشيء اللي بغيتي وسير في حالك واخا غادي نهبط معاك ولكن بلا قوالب فهمتي صافي يلاه هبط Oh!
توحشتيني. المهم ما تنساش تشوي مون كرون تامو حبيبه شتي. صافي سلام. سول في قال لك توحشك حبيبه. مالك مشوشني؟ حتى انا مشوش. شنو مشوش حبيبه؟ عبد الفضيل هو اللي مشوشني. خاص ندير شي مصيبه ندم عليها. وانت حتى حاجه تندم عليها ياك؟ هادشي اللي بغيتي ياك؟ ما ندير والو ولو تقاس الكرامه ديالي. هديك ياسين انا غير ما بغيتكش تكون في هذه الحاله على قبل الخدمه. ما كاينش غير الخدمه. وشنو كاين؟ واش غتقول لي اش كاين ولا لا؟ ماشي دابا خصني نفكر. واش فكر خصني الراحه؟ ما عندك فاش تفكر. ما بقى عندك فاش تفكر. لوح لهم لا غوتريت انتيسيبي ديالك وصافي. حنا ماشي شي عطاني على هذه الخدمه. خلي ليهم زبلهم. قلت لك ما كايناش غير الخدمه. كلمة أهم وهي الكرامة. تهنا وغير من كازا دخلنا. شكون الفكره؟ حبيبه ياسين. شتي شكون قلت لي ما غاديش نتلم ليها معاك؟ شتي شنو هي احسن حاجه؟ انا ما كاين لا برك فيا برك فيك ولا شوف فيا نشوف فيك. انا حبيبي. لا باش انا نعمل. سمعي انا وياك وجران. سمعي سمعي جران سمعي. وستي الله يستر. عرفتي شنو؟ وي. شنو كنت تسمع؟ ماش لا وتخات ماشي شي دار في الطبيعة. ما ربينا ما درتيها فكرة مخيرة. تعجبك الفكرة؟ لا ما غنبغيش نخليك وما نتفقش معاك كيما مشيتي زعما. Nossa.
سلك المايك سلك المايك. خير ليلة سهام. يا سهام انا عشلي الكل مصحة ولي ما تقرق بيش ياك. كوني هاني مغان قرق بيش يلا يلا فاقصوا بيلي الفطول يلا. اش الصداع؟ اش الصداع؟ ما كاين لا صداع لا والو سيدي، غير خويا عيط عليا قال لي الواليده عيانه شويه وخصني نمشي نشوفها. واليده عيانه؟ ولا ما عيانش انا؟ الليل وما طال ما جاش معها سبعينية هاك. راه قالت لي لا لا سهام ما ديري لا صداع لا والو، راه التليفون صون على غفله وصافي. سهام سيري خدمة عندها لا سهام داركم دابا. يلا اليوم ما كاينش خدمة يلا. فيما شو حد داركم. الصباح لله. خرج لابيتي ما شيخ صباح الخير كي صبحتي واش عيطتك من قبل باش ما نفيقكش اخليت عيشة وجدت لك الفطور فطور شنو فطور وجدت لي الصداع تليفون بورتاب ديالها ما لقى انت يسوني غير الوقت اللي انا كنت غارق فيه في الناس كنت غادي نجري صيفطها لروم ما في ما شوف شي واحد هاد النهار واش كدير دابا كنفكر في هذاك الشيء اللي غادي ندير انت اش ما كديري انا غارقه في الخدمه عندي واحد الدوسي ضروري نكمل ما غندخل حتى لعشيه مزيان إذا أنا غنجي موراك في العشية لا ويلي ما كاين لاش عندي الطوموبيل ديالي يلا سوسوار بيبي ما عنديش الوقت دابا بيزو شتام حبيبة العشاء أختي ما بغيتها كدير السينار نظرك شي خصك تلقى شي حل للمشكل ديالك المشكل ديالي بغيت نقول المشكل ديالنا واه من البارح وانت ساكت وغير كتخمم وسد عليك هادشي ما كانش يستمر في حال هكا خصك تلقى شي
ماشي دابا، غادي نلقى الحل في الوقت المناسب. وخاطري كتقولي بلي الوقت المناسب قرب يوصل. بيبي شو مكيت مش غتعاود ليا خلاص المشكل ديالك ولا لا؟ يمكن الا عاودت فيا نقدر نعاود.
الو الو خويا كي داير لاباس عليك؟ واش انا لاباس عليا؟ واش اش معيطه؟ مول الفشلك؟ لا لا خويا والله الا غير كنسول عليك. بغيت تعرف واش لاباس عليا؟ ما لاباس عليا والو لاله، ما لاباس عليا حتى زفته. كتسمعي؟ واليوم غندير شي مصيبه، اليوم غادي ندير شي مصيبه، وهاد المصيبه غتكون مصيبه كبيره كبيره. اش كتشوف فيا انت؟ اش كتشوف فيا؟ اش كتشوف فيا لاباس؟ يلا داركم قلت لك داركم، شوف شويه قلت لك داركم، وعاون عاونك قنز ديال التبرقيق يعاودوا بالله من الشيطان الرجيم. اش كاين عاوتاني؟ مالك قطعتي عليا؟ ياك لاباس خلعتيني عليك؟ عطيني اتساع، انا مزوق فيك باغي نخاب وحدي، واش كتفهمي؟ الله يعطيك السر اخويا لما اجي عندي. خويا شنو جرالك؟ ياسين قول لي شنو عندك؟ خرجت من الخدمة. خرجتي من الخدمة؟ أولا استغفر الله العظيم، وسهام شنو كتقول في هذا الشيء؟ اش بغيتي تقول؟ بالنسبة ليها هذا ماشي مشكل، حيت أنا خدت تقاعد وهي تبقى خدامة علينا بزوج، وخويا ربي يبقى نصب ليها الشهوات اللي كيعجبوها. إوا مزيان هذا الشيء اللي بقى لينا. أشنو كيحسب ليها راسها؟ أنت غادي تكون تراس عندها؟ رد بالك وحدي راسك، المرأة إلا بغات تبقى خدامة بوحديتها والراجل كيطيب وكيجفف وكيصبن ماشي أنت هو الراجل اللي تستاهل هذيك المرأة. إيوا مزيان، وباش جاوبتيها؟ ما جاوبتيهاش. كيفاش ما جاوبتيهاش؟ السكوت راه علامة الرضا، دابا راك حساب لها أنت خدام ديالها. أنا ما خدام عند حد، كتسمعي؟ ما خدام عند حد. كنسائل بني بليسي عم تقدر تخوني العيالات قادين يديروا كل شيء، دير هادي في راسك وما خصكش تنعس على جنب الراحة، وإلا نعسي سد عين وبالعين الأخرى حضيها ليل ونهار. السلام عليكم، شكون معايا؟ الله يخليك. انا اللي خصني نسولك، وني جاتك هاد النمره ديال مراتي؟ مراتك كيف كتسمع؟ هذا راه التليفون ديال مراتي. لا لا اسمح لي، هذا غير غلط وقع، اسمح لي. غلط؟ ما نظنش بلي هذا غلط. ما عندك مشكل كاع تكون هاد المره مشوشه؟ زيد اخويا مرحبا. الله يبارك فيك. كاين جمال؟ ما بقى له والو يجي. بسم الله. قولي مريم، ما كاين حتى شي مشكله بتاع عندك الليله ياك؟ ويلي اخويا مرحبا والف مرحبا، الدار دارك. قول لي اشنو مشاهي؟ نطيب لك العشاء. لا الله يرضي عليك، ما توجدي حتى شي حاجه على قبل ما فيا ما تعشى. خويا سهام في خبارة؟ ما قلت لي والو، ما في خبارة حاجه. ليك ما كاين شي مشكل. مريم ما تسولينيش الله يخليك، وما في ما نظر. وعلاش اللي ما تعاود ليش اخويا شنو طاري ليك؟ باش ما تباتش في دارك وتبات عندي ومراتك ما في خبارهاش، عندك شي مشكل. مريم المشاكل ديالي انا ومراتي ما كيهموكش.
وانا راني قد بشغل عافيك. حرام عليك اخويا، وإلا ما شكيتيش على اختك على من غادي تشكي؟ الا ما زازتي هضرتي في هذا الموضوع غادي نوض غنمشي بحالي. صافي اخويا، الا ما بغيتيش تشكي عليا ما كاين مشكل، ولكن مراسك حرام عليها تكرفس عليك هكذا. غايقول لي واش انا شكيت عليك؟ بلا ما تشكي، باين عليك كتعاني معاها. مراسك انانيه، انا اللي كنعرفها مزيان وحسن راسها بلا قياس. الا زدتي كلمه واحده غادي نوض وغادي نمشي بحالي، وعمرك ما بقيتش كيما مرتي. لا 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 صافي اخويا غير جلس، انا غادي نمشي نوجد لك العشاء. شوف الله يرحمها انت ما توجدي لي العشاء والو، بغيت غير شويه ديال الثقه. اهلا سي ياسين. اهلا. مرحبا. الله يبارك فيك. كي داير؟ اللهم لك الحمد. ماشي خدمه. احنا تنعدي وليا ما تيتعاودوا. مرحبا. سمحوا لي على هذا الاجهاز. مرحبا بك في اي وقت، والدار دارك، وقت ما بغيتي تجي الدار مفتوحه. نوضي صوبي لخوك شي عشاء. ما بغاش راه قلتها ليه. لا. وما الا بغيت تسكت لي عشاء قلت لها لا. اي حاجه ماشي. ما يتعشى الله يرضي عليك. وجدي غير في الناس الله يرضي. واخا خويا. سين سين كلابس. مزيان؟ لاباس. هاتف مخاطبكم غير مشغل. المرجو إعادة الاتصال لاحقا. لو تيليفون دو فوتر كوريسبوندون إي تيتا. لاحقا لو تليفون دو فوتر كوريت. الو ماما كدرتي لاباس؟ راك عندكم في الدار سلمي عليها بزاف. لا الحمد لله كل شيء بخير. لا صافا صافا الحمد لله. قولي لي ياسين داز عندكم؟ لا 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 غير حيت ملي قلت له بابا مريض قال لك غيدوز يشوفو. قلت لي راه دار لي زاناليز ولقى شويه الكوليسترول طالع قال لا يدخل يشوف. صافي لا غيدوز غيدوز. لا لا صافي واخا واخا واخا. شكرا شكرا بابا. شويه سلمي عليه بزاف. يلا نخليك دابا بسلامة. سيدي ربي. دخل. جمال تفضل حيد عليك هادشي. جيت غير نسولك ياك ما خاصك شي حاجة. لا بارك الله فيك ما خاصني حتى حاجة والله. سمحوا لي على الديرونجمون. عمرك ما تقول هاد الهضرة. دار دارك وجي وقت ما بغيتي. الله يخطيك. ياك لاباس بعدها. لا لاباس لاباس. في المشاكل في خدمة صافي. واحد السيام كيدير لاباس عليها؟ لاباس. والله إلا عندك ديك المرة اللي عمرها دار. باش عرفتي الله عمرها دار. مسكينة ما بان ليا منها غير الخير. وسمح لي إلا تجرأت. يعني ياسين أنا راه تنحترمك بزاف وتنعتبرك بحال خويا الكبير. ما عرفتش كيفاش نقولها لك ولكن اللي احتاجتيني ندخل بيناتكم بخيط بيض انا مستعد. مشاكل راه تيوقعوا ما بين الراجل ومراته تيخص غير شويه ديال الصبر والغلط راه تيفوت. كاين الغلط اللي ما كيفوتش. جمال داش من قلت صوب ما في ما نعرف هذا الموضوع عافاك. اسمح لي انا اللي جيت ديرونجيتك ما خليتكش تنعس. يلا تصبح على خير. تصبح الخدمة بعدها مزيانة؟ لا صافي كلشي بخير. يلا تصبح على خير. شكرا اخويا بارك الله فيك.
هاتف مخاطبكم غير مشغل. المرجو إعادة الاتصال لاحقا. لو تليفون دو فوتر كوريسبوندون إيتيتا. قبل ما ندوي لا لا والو والو والله لا والو غير شي شويه ضربني راسي وصافي لا لا في الخدمه في الخدمه عادي ماما الله يعطيك السلامه غنمشي سيري بوحدي كدا لا واخا ماما كتجي عندي انا ما كنجيش عندها صافي المهم راكي عارفه اني ما كنبغيش نخرج بلا ياسين خصني نشوف معاه لا ما ماتيش والله ما ماتيش شي حاجه انا عيطت من بعد واخا لا لا خصني عيشه نقول لها شنو غدير في الدار وداك الشيء صافي يلا سلام حرام عليك حبيبي قتلتيني بالخلعة خصك تجي الدار خصك تجي الدار نهضرو في ما يهضر دابا علاش ما بتيش في الدار ما عمرك ما درتي ما فكرتيش فيا خاصني نفكر باش نفكر كان خصني نكون بوحدي علاش ما بتيش في الدار حبيبي انا راك مريض راك مريض يا ياسر هادشي بزاف خصك تدوز على دير راسك شي حاجة مريض يا دابا وليت مريض ياك واش اكتشفتي بوحدك وليتي طبيبة نفسانية انت حاشا حبيبة حاشا الا بغيت نقول تفني بابيات شابس انا راه كنبغيك مابقيتش قادرة نشوف هاد الحالة عييت ياسين عييت ما عنديش رغبة فاش نعرف هادشي دابا خصني نفكر الو نوال وسيم قلتيني يلا غنعيط لك فين الخبوره صاحبتي يومين هادي ما جيتي للسبور هي هذيك اش من سبور عندها العقل السبور انت في الدار لا انا في الدار نيت وزين دي باغا نهضر معاك البارح كما نعست بغيت حاجه ما عنديش باش ندوز كاس الماء احنا راجل انا نوال مالو ولا بحال شي براني ما بقيتش كنعرف غير ساكت وكيخمم اش غندير معاه هضري معاه خصو هو يبغي يدوي معايا وليت كنجي بحال شي عدو انا خصكم تهضروا سينو حياتكم جحيمه جحيم كاين شي جحيم اكثر من هذا هادي 24 ساعة ياسين تبدل كومبليتمون حطيتي راجل وهزيتي واحد اخر مبقاش كيدوي معايا المينيور كومبليتمون كيدوي باش يكون جوج الحاجات خاصني نخمم والكرامة ديالي يدوفوني كومبليتمون سكيزوفرين تسمحي لي صدعتك بالمشاكل ديالي شنو تنتي مالكي لا لا هاد الحسابه دابا ما نزيدك بها مي انا صافي انا وخلينا من الهضره حنا لا صحابات ما شيغي سكيزوفرينيون ابارتو رجع انا قرب لي دار الوفريخ ويلي هذا اللي ديما كتعاودي عليه الله يعمرها دار وهزك فوق راسو هذاك
حتى البارح راجعه من السبوغ نورمال دخلت لقيت راجل اخر اجا حماق حليمه حليمه وصل شري فين يا حلمه طلع لي شي حوايج من الطوموبيل صيفطها لدارهم انا صيفطها لدارهم حيت هاد الليله هادي ما بغيت حتى شي واحد يسمع صداعنا صداعنا ياك لاباس اش واقع فين هو البورطابل ديالك مشيت مزروبه للسبور ونسيتو علاش كاين شي مشكل ايوا لالا راكي درتي غلطه كبيره ملي نسيتي لا صبر بلاتي نفهم واحد القضيه دابا انا درت غلط كبير حتى البورطابل في الدار جلسي هيا قبيله شي واحد عيط لك في التليفون وحيت انت ما كنتيش هنا انا جاوبته ايوا ومن بعد ايوا خصني نعرف شكون هاد خينا هذا وانا عرفت تلقى شي واحد غلط في النمره هادشي راه كيوقع لا 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 هذا ما غلطش باش عرفتي ما غلطش حيت ملي جاوبته قلت له هذا راه التليفون ديال المراه مجوجه قطع عليا كون كان شي واحد ما فرشوش الدخل كون راه ما قطع عرفتي دابا باش نحيدوا لينا هاد المشاكل عيط له دابا وانا نهضر معاه قدام قلت لك ساعه تعرفني واش كنعرفو ولا ما كنعرفوش ايوا لا النمره كانت ماسكي اش ظهر لك واش نقول لك الله يسامحك شوف يا لاله من اليوم هاد السبور هذا ما تبقاش تمشي له بوحدك انا غنبقى نديك ونجيبك انا هاد السبور ما بقيتش بغي نمشي له كاع حسن طري ديالك في الدار ولي على بالها كتبكي انت بتصالحو اش غادي نديرو غادي نقدم ياسين لراجلك جو سوي سيغ غادي يتفاهم شتا ما عاد هضرت له عليك كنت اولا ندير انجيني باش يتعرفوا كاملين تضرب بعد المشاكل بالي طحتيني للارض لا خلينا من هاد الهضره دابا تصالحوا انتي غتشوفي هادشي ديالكم ماشي شويه الغيره حلوه المشكل ديالي ما عنده حل راجلك كاين في الدار؟ اوكي انا طالع انا مشيت قبل ما يجي راجلك راه فيه اللي تلاقى معاه شنو تلبس؟ كتخيم بزاف بزاف غنقطعك من الحلم شوف حبيبي ما تنساش حاجه وحده شتا عيط لوصف سول فيك قال لك توحشك لا بس سيام سي موا انت غتجي ما تعطيش يا حبيبي عافاك عرفتي شنو توحشتك بلقيس لكن ما تعطيش واخا غتلقيني في الدار انا كنتسناك توحشتك توحشتك يلا شطون باص هاتو تالا حبيبه هاتو تالا ياسين حبيبة أنا جيت كنسنيني يا دفلة
توحشتك. 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 ما تقدرش تخافي حبيبي، علاش غتخافي؟ علاش غنخاف؟ كنت خايفة لا نتفرقوا، نضيعوا بعضياتنا، نضيعوا كاع هادشي اللي بنينا هادي 19 عام. سير، ما تخافوا. لقيو كان كلشي طاح ليا في دقة واحدة، مشات ليا الخدمة، صدقت بلا خدمة، مش كنعرف فاش كنت ديما، مش كنعرف راسي والله. وبلي انسى 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 انسى. راه ماشي ساهل، والله ماشي ساهل. ماشي غير هادشي صافي، وراك عليا رجع ليا الراجل اللي كان حماق عليه. شنو باش غتسمحي ليا نطيب لك واحد الشيوة لهاديك اللي كيعجبوك؟ لا 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 او حتى انايا غادي تسمح ليا باش نضرب واحد التدويشه ونكون في المستوى ديال العشاء. يلا سيري نكمل العشاء. ياسين موش ديال العشاء خصني نكون في المستوى. هادشي علاش درتي غوب دو سواغير وقيامة؟ إيوي كيجي. وأنا لابس هادشي. خصني غادي نبدل من بعد. شي حد عيط لك. إيه. ولكن اللي يسمع الصوت ديال قطع. عرفتي؟ لا. ولا كانت شي حاجة مهمة غيعاود يعيط لك. يلاه. نعاود في الكوزينة. شنو كوزينة؟ لا 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 الكوزينة ديالي بوحدي. مزيان. عطيني الثقة الله يحفظك سي بحال. خلي لي كوزينتي. لي مرحبا بك. اي 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 هادشي عندك سانك اتوال عتاش حيت مراتي سانك اتوال. ميرسي ميرسي. اه تنتا ما بيكش البولو جات غزال. شكون جا لي هاد البولو؟ بصحة والراحة شيري. ثلاثة ديال الدقايق وغادي وجد. ياسين ما تقولش لي ديال الحوت في الفران. معلوم ديال الحوت، اشنو كيعجبك انت؟ الشطاطة داكشي اللي عزيز عليا راه الموز الخوص في التيروار الاول. اييه انا كنعرف الكوزينة. ياسين عرفتي فاش فكرني الحوت؟ منصف عزيز عليا مسكن توحشتو. اه بصح والله الا بصح سير توحشتو الله يلا تخلى بلاصتو مسكين. عرفتي جاتني واحد الفكرة زوينة. ماشي شي قربي شي شنو؟ عندي ميدر ومصير بحضه مسكين في باريس ما عنده حد باش دار لك يمشي دوس مع شي يامات. ياك دابا لي انا غرقة في الخدمة تمشي وتخليني بغيتي تسمح فيا ما حشمتيش حبيبة. ماشي شريت بيك اش كتقولي يا الهضرة؟ ما غاديش نمشي عامين غنمشي غير شي يامات. وزيد انت ما يمكنلكش تمشي معايا مسؤولية والخدمة والشافة الكبيرة. عندك الحق دابا حيت انا مرا مهمة ومسؤولة وأنا غادي نخلص البيي ما غادي تمشي حتى مشى أنا وياك وهذا قرار نهائي. وهذا أنا كنسميه الشونطاج بيضا. سمي كيف ما بغيتي حبيبة. أنا غادي نمشي دابا نجي دو سكوند ونمشي. لا حبيبة صافي كلشي وجد ما غنتعطلش صافي حنا جايين. ما تعطلش قبيله راجلك جاوبني جيت انا قطعت عيط لك لانا توحشتك. توحشتك بزاف يا سيهام توحشتك بلا قياس. انا توحشتك
هذه هي ناس كانت مشغولة. الرجل تروى عنده بزاف المشاكل. شوف دابا ما نقدرش نطول معاك. غدا غنحاول ندوز عندك ياك. يلا بسلامة تهلا براسك. ياخذ وقتهم. دخلت لي واحدة صعبة في عينيا دا لي الكحول حاوت قلت شي كله لاش باش تجبو الرجال بيان سير، ولكن انا يا رجل واحد اللي بغيت نعجب هو انت راك عارف سربي بيان سير. حبيبة راه وجدت لك الفطور ديالك فوق الطبلة ياك، غير سخن القهوة. بخير شكرا. بعد الفطور غادي ندوش وندوزو عليك واخا. لا 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 ما كاينلاش، علاش عندي الطوموبيل ديالي، بوي اليوم جي بلان دو غينيو، عندي خدمة بزاف، ما غنقدرش نخرج. حبيبة ما غنقدرش نبقى معاك دابا في التليفون ياك، اسوسوار جو تيم. دابا ما نقدرش نطول معاك، غدا غنحاول ندوز عندك ياك.
لا لا واحد النهار شتو يدك يا سيمك عاوتاني أنا خصني نسولك كيفاش اش كنت عليا شوف بقى كومونسي تما تخيسي انا والله ما صعب كري بريتي انا ماشي مريض باش نبرا عمرني ما كنت مريض ياسين ياسين حماقيتي من اجا كانت فردي يا قلتلك اسي هم غادي نخطيك اسي هم كذبتي عليا وهنتيني وضحكتي عليا وانا كنت كنثق بك ياك انا كنت كنثق بك بحال شي حمار بحال شي حمار علاش انا ياسين حرام عليك جلس تهدي نهضروا راه غادي شي حاجه اللي ندموا عليها بجوج ما تهورش ياسين دبرك غادي دير شي حاجه اللي تندم عليها جاوبي الو ايه انا سيهان امتى امتى صافي مشو خلاك شنو عودها هذا هو المشكل ديالك هذا هو نسخني في راسك وانت تعرف شكون بغيت نعرف شكون بغيت نعرف شكون انا غادي نقول لك شكون انت غادي تعرف شكون اسمع الحمد لله اللي جيتي كنت سناك كيف سهل جيت عندك شوية دابا هاد الموت الخبيث كيقتلني عرق بعرق العادة كيتزاد ساعة تبعسة وما بغيتش نمشي قبل ما نتواعد معاك ما تقولش هكاك دابا تبرى ان شاء الله انت غتشوف كاين شي واحد كيبرى من هاد المصيبة لهاد السنين وانا كنت عارك معها وهي اللي كتغلب عرفتي علاش بغيت نشوفك بغيت نشوفك باش نقولك الله يرحم الوالدين شكرا شكرا ما عندك علاش تشكرني هادشي واجب اللي كندير خصني نشكرك حيت بقيتي صديقة وفية في الوقت اللي خوتي وصحابي وعائلتي كل شيء ينكرني لحقاش فيا السيدة انتيا بقيتي كتفكريني كتجي زوريني وتواسيني الله اللي غادي خاصك خاصك تعرفي اختي بان انتيا العائلة الوحيدة اللي بقات عندي الكورسي ديالنا في الخدمة كان عزيز على كلشي الله يعمرها دار واحد النهار مرض مشى للسبيطار دار ليزاناليز لقاو عندو الفيروس ديال السيدة كلشي خلاه حتى واحد ما بقى عقل عليه انا بوحدي اللي بقيت واقفة باش نبو بدات كتدهور نهار على نهار هو اللي قبيلة قالوا لي راه مات الله يرحمو تهنا ولكن السي هام علاش ما قلتيش هادشي من الاول علاش ما قلتيهاش ليا ياسين هذا القرار خديته انا المسؤوليه ديالتي بوحدي سميتها صداقه مستوره كتعرفها ولا لا سمحي لي ياسين سمحي لي كنت كتسحب لي بلي مراتي بلي مراتك كتخونك ما تحشمش تقولها
هذه ما عمرني ما كنت كنظن فيك. صدمتيني تيما دزوا يا زيد تيما دزوا. اسمح لي اسمح لي بغيتك غير تحاولي تفهميني غير تحاولي. ياه انت حاولتي تفهمني حاولتي تفهمني انت هادي ما تكون وانا بالي مشغول معاك. هذا مالو اشني المشكل عنده اش وقع ليه؟ بنتي في الدار ما قلت لك حتى حاجه فحتى لحظه ما شكيت فيك حتى لحظه. ولكن انا حماره انا بليده انا حماره. سيام اسمحي لي يا سيام اسمحي لي اسمحي لي. ياسين دابا انا اللي غادي نفكر غادي نمشي لباريس عند ولدي نشوف واش غنقدر ننسى هادشي ولا ما ننساهش. على والو كنتي غادي تقتلني